أهلا وسهلا بقناتي، قناة الشيف سحر مرقص. اليوم رح نعمل مع بعض سلطة كتير طيبة، سلطة باذنجان وفلفل، مشهورة عنا بفلسطين، بس أنا حطيت عليها من فوق سلطة طحيني بالباذنجان. رح أكتب المكونات بصندوق الوصفات تحت الفيديو. يا ريت قبل ما أبتدي بالوصفة إنه تعملوا لي لايك، وإذا مش عاملين سبسكرايب تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل تبعي، وشكرا لكم. طيب، هون أنا عندي بصلي حجم صغير مقطعة ناعم، عم بقليها بشوية زيت زيتون، وبزيد عليها ملح. هون مش مفروض إحنا البصلة تاخد لون باللحظة اللي بتتت، زي ما انتوا شايفين بنزل عليها. هون أنا عندي عصير بندورة، منقول له هون عنا باساتا، عبارة عن 3 معالق. ما عنكيش مش مشكلة، خدي حبة بندورة حجم وسط قطعيها رفيع وزديها، ساعتها هي بتنهرس وبتصير زي عصير. منحط فلفل، هدول هن البهارات الوحيدة اللي راح نحطن، بهار وفلفل بس. اشياء تاني راح نحط طبعا زي زيت زيتون ودبس الرمان. إذا ما عندكيش دبس رمان روحي جيبي، لأنه مش طيبة من غير. هون عندي حبة باذنجان طويلة، أنا قطعتها وشويتها في بالإير فراير التفال. تحطي معلقة زيت بتطلع من الخيال، بتطلع زي عكنا بالفعل مقلية العادي. نفس الشيء الفلفل، عندي هون أخدت فلفل أحمر وفلفل أخضر، قطعته رفيع مربعات أسفه، وحطيته برضو بالإير فراير مع معلقة زيت، زدتم عليهم. وهون كمان زدت معلقة ونص كبار دبس الرمان، بتخلطيها، شايفين دغري ايش بتتسبك بتتقل. طيب، هاي السلطة باردة مش سخنة يا جماعة، كيف منقدمها؟ انا قلت انه السلطة احنا منحط عليها من فوق طحينة مع لبن. اليونان بيعملوا هيك والسوريين برضو بيعملوا هيك. هون عندي أنا 3 معالق كبار طحيني مع ليمون، حطيت عليهم ليمون وملح، وبعدين زدت معلقة اللبن الجريك يوغورت، إحنا هون بنقوله بإنجلترا، وتومي. أنا نصيحتي التومي اهرسوها، أنا قطعتها رفيعة قريب سن واحد، أنا نصيحتي اهرسوه أحسن، لازم تكون ناعمة. وطبعا لما نخلطها بمي باردة. اوكي، منحط الباذنجان. هاي السلطة مشهورة عنا بفلسطين على فكرة، احنا بنقدمها من غير لبن على الوجه، من غير اشي، معروف ممكن تتقدم هيك لحالها. منحط عليها مكسرات او ممكن تكون شطة. اوكي، انا هون شو عملت؟ حطيت زي ما بنعمل بالفتوش خبز مقلي. الخبز مش ضروري على فكرة، مش ضروري، هو بس مجرد لزيني، لانه انا مش عم بعمل فتي. اوكي، هون ما عندي انا فتي، فبدك تحطيه حطيه، بدكيش تحطيه براحتك. بعدين منحط الطحيني من فوق على الوجه. يا جماعة، قبل ما تحطوا الطحيني اللي مع اليوغورت لازم تدوقوها، لازم التوم يكون ظاهر، اوكي، تحس بطعمته، ولازم الليمون الحامض يكون ظاهر. إذا مش ظاهر بتطلع السلطة طعمها مسكر مش طيبة، فلازم يكون ظاهر. أوكي، بعد ما أنا أحط هاي الطحينة رح أحط على الوجه جوز. الجوز أنا برضو اللي عنده إير فراير يعمل بالإير فراير يا جماعة. هون أنا لأن أنا كنت أستعمل الإير فراير، حطيته بقلب صينية ورشيت عليه، مش رشيت، بالفرشاي زيت زيتون على ورق الزبدة، وسويته بالفرن. اوكي، وحطيته قصة على الوجه، وبدي احط فوقه حب الرمان، اسفه مش بذر الرمان، حب الرمان فريش على الوجه للزينة. طعمه من الخيال، جربوها، كتير صحيه وكتير طيبه، والف صحه. واعملوا لي سبسكرايب وشير ولايك ذا ريسيبي بليز. شكرا، شيف سحر مرقص.